يا سلام، ما أجمل هذه الأجواء وهذا المنظر، سبحان الله. يا أحبابي، هل تريدون شيئا من عصير البطيخ البارد؟ نعم نريد يا عم، إن الجو شديد الحرارة ويبدو أنه شهي جدا. يا عم يا سلمان، أغدقنا بحنان، أبحر بنا لبعيد وشن في الأذهان. أبحر بنا في بحور واطر بنا كطيور، أمرر بنا بغصور حكاية النومان. بسالف الأزمان وأجمل الأوطان، عاش الناس هنا بصحة وأمان. كان الخير وفير لكبير وصغير، يكفي كل الناس، ليس هناك فقير، ليس هناك فقير. كان الجار يحب الجار، وصغار تحترم كبار، هم أخيار لا أشرار، بلد من أحلى البلدان. نعمان ولد مغوار ومغامر يهوى الأسفار، طفل كان يعيش هناك يكشف أسرار الأخطار. من درب الأخطار سار وأبحر، لا يأبى الشر، مكتشفا أعجب أسرار. بطل الأبطال نعمان، أين نسيه في الأكوان؟ كون واسع كل سارع يحمينا رب الستار، كون واسع لو سارع يحمينا رب الستار. يا قبطان المركب دور 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 دور، لجزيرة أجمل عصفور دور دور دور، أسمع فيها أشتاق لها، فلنطوي تلك الأبحار. أسمع فيها أشتاق لها، حاضر يا نعمان، توكلنا على الله وعلى بركة محمد وآل محمد ننطلق. نسأل الله أن يكون سفرا هنيئا ممتعا ومريحا. اقرأ معي هذا الدعاء: اللهم اجعل أول يومي صلاحا، وأوسطه كفاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله هلع، وأوسطه فزع، وآخره جزع، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. والآن يا عمي القبطان، قل لي ماذا تعلمت من حياة البحار؟ البحر أجمل الدروس، قاسية ليست كالبحر، فيه تطيب كل نفوس، فتأمل في هذا الأمر، فيه سحر يا نعمان، لكن منه هم احذر، له أهوال في الأزمان، من جماله لا تغتر، عمقه أشكال ألوان، ما زلنا نجهل قدره، من أحياء من مرجان، عجب وعجاب أمره، يحمل سفن يا نعمان، لكن لا يحمل إبره، إن غضب يغرق أوطان، يا جزعا رد الصخرة، كن كالبحر يا نعمان، ما طاء أن تخفي سر، كن نفاعا للأحياء، وليظهر عمقك خيرك،
وليظهر عمقك خيرا. وكأنها عاصفة. هيا يا بحارة أنزلوا الشراع وأديروا دفة السفينة لتكون باتجاه الريح، وتمسكوا جيدا، دمتم بحفظ الله وتحت لطفه ورعايته. يا نعمان تمسك جيدا. صدقت يا نعمان، نحن عطاشة وجائعون. هيا يا بحارة دعونا نبحث عن طعام يسد جوعنا في هذه الجزيرة. يا إلهي ما هذا؟ قفوا، أنتم مقبوض عليكم ولا يمكنكم الدخول للجزيرة. تمهلوا 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 يا سادة، فنحن غرباء ولا نعرف الجزيرة، وقد أتينا مسالمين ولسنا لكم أعداء. أنتم في جزيرة بغبغاء أستان، والوالي أيمن خان لا يسمح إلا بدخول الأذكياء للجزيرة. نعمان يا نعمان، إنه يقول إنها جزيرة بغبغاء أستان. أنا لا أعرفها، أرجوك يا قبطان خلصنا من ما نحن فيه، أرجوك. لا تخف واصبر قليلاً، إن الله مع الصابرين. أولم تكن تريد أن تذهب إلى جزيرة العصفور الغريب؟ إنها هي. يا حراس الجزيرة، نحن أذكياء، ولكن كيف لنا أن نبين لكم ذلك؟ يجب عليكم أن تحلوا لغزين من الغازنة الصعبة، فإن أجبتم عليها أدخلناكم وأكرمناكم وشرفناكم بلقاء الوالي أيمن خان، وإن لم تجيبوا فسوف نرميكم مرة أخرى في البحر، فنحن لا نحب من لا يستخدم عقله الذي كرمه الله به. ونحن جاهزون، تفضلوا بالسؤال. يا غريب اسمع وتأمل، فكر باللغز ولا تغفل. يا غريب اسمع وتأمل، فكر باللغز لا تغفل. لغز الأول للقبطان شيء بثقوب ملآن، يمكنه أن يحفظ ما جاوب. هيا يا حيران، لغز الأول للقبطان شيء بثقوب ملآن، يمكنه أن يحفظ ما جاوب. هيا يا حيران. الإسفنج. أحسن، الإجابة صحيحة. يا نعمان اسمع وتأمل، فكر باللغز لا تغفل. يا نعمان اسمع وتأمل، فكر باللغز لا تغفل. لغز الثاني لك نعمان شيء رائع له أسنان، لا يعض لا يتحرك لا حيوان ولا إنسان. لغز الثاني لك نعمان شيء رائع له أسنان، لا يعض لا يتحرك لا حيوان ولا إنسان. أها المشت. الإجابة صحيحة، أحسن. والآن مرحبا بكم بجزيرة بغبغاء أستان أيها الغرباء الأذكياء. أهلا بالغرباء، نورت الجزيرة نورت الأرجاء. أهلا بالغرباء، نورت الجزيرة نورت الأرجاء.
فكري نبينا صيحي يا بغبغاء حطعوا الأرجاء في فكري نبينا صيحي يا بغبغاء اللهم صلي على محمد وآل محمد خير كلام قل ودل هيا فالأوقات قصيرة استثمر وقتك يا طف أيها الولي الذكي العادل من بلاد الشرق جئنا نأمل نأمل العدل منك والكرم يا كريم الطبع يا كريم الطبع ذو الرأي السديد بغبغاء استان جئنا بالبحار كي نرى الطير العجيب كيف صار وتعرضنا لأفظع الخطر قد تحطمنا وفي عرض البحار وغرقنا حتى صرنا في حمار نطلب العون هنا. إنك ولد شجاع ومغامر يا نعمان الحمد لله على سلامتك نعم لقد وصلت الجزيرة أيها الشهم النبيل والآن لتستريحوا وسوف نعد لكم ما تحتاجوه للعودة إلى بلادكم وسوف أهديك البغبغاء مكافأة لشجاعتك وإقدامك يا نعمان وانتهت حكايتنا لهذا اليوم أبنائي دوما توكلوا على الله واذكروه في وقت رخائكم يذكركم في الشدة كونوا أصحاب همة ونشاط كونوا شجعان أقوياء فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف أحبابي أعطانا الله العقل وكرمنا به على سائر خلقه فتعلموا واستخدموا عقولكم ونوروها فالعلم سلاح يدفع الشر عن الإنسان وينقذه أما الآن فقد حان وقت صلاة المغرب هيا معي نجدد الوضوء ونصلي جماعة فها هو نداء المنادي يصيح حي على الصلاة حي